أنهى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون جولة استمرت 4 أيام في دول الخليج دون تحقيق تحرك إيجابي في أزمة قطر، في وقت أبدت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تصميما على مواجهة الممارسات القطرية ودعمها للإرهاب. دون نتائج واضحة، غادر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون منطقة الخليج بعد أن فشلت وساطته في إحداث اختراق فعلي في جدار أكبر أزمة دبلوماسية بين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وقطر. وبعد 4 أيام من الرحلات المكوكية بين الكويت التي تتوسط لحل الأزمة وقطر والمملكة العربية السعودية، تفادى الوزير الأمريكي ومسؤولون قطريون الإجابة على أسئلة الصحفيين حول ما إذا تحقق تقدم على مسار حل الأزمة. تمام مسلما رفض الإدلاء بأي تصريحات حين غادر مدينة جدة السعودية بعد سلسلة من اللقاءات الصعبة مع وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب. واكتفت الخارجية الأمريكية بإصدار بيان حول الخطوة المقبلة تجاه حل الأزمة القطرية، وهي إقناع الأطراف بالحوار المباشر على طاولة واحدة مع توقعات بأن الأزمة ستطول. وبحسب مراقبين، فإن مصر والسعودية والإمارات والبحرين نجحوا في إقناع الوسطاء بأن المسألة لا تتعلق بخلاف مع قطر في تقييم موقف سياسي، وأن الأمر يتعلق بقضية يعتبر السكوت عنها نوعا من التواطؤ على الأمن الإقليمي والدولي، وأن شبكات الإرهاب التي تدعمها قطر بشكل أو بآخر لا تهدد فقط أمن جيرانها، وإنما يمكن أن تمس الأمن الأوروبي والأمريكي في وقت يستنفر فيه العالم لتفكيك مختلف شبكات الإرهاب، ويصدر قوانين ومراسيم لمنع تسلل المتشددين إلى دول غربية. عندما تقرر ذلك دول بحجم المملكة العربية السعودية ومصر، فنحن متفائلين، وإذا قطر تريد أن تكون عضو في هذا التحالف أهلا وسهلا، أما إذا قطر تريد أن تكون في الجانب الآخر فكما نقول بالعربية مع السلامة. بعد فشل وساطة تيلرسون ومن قبله جهود وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا، ظهر جليا أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لديها موقف ثابت وأدلة ترتكز عليها في اتهام قطر بدعم الإرهاب، وأن المسؤولين الغربيين الذين تصدوا لمهمة الوساطة كانوا مخدوعين بالخطاب القطري الذي عمل على تصوير الأزمة على أنها عملية مختلقة، وأنهم تسرعوا في الحكم على الأزمة.